لو الحكاية فيها إن فيديو البرنامج هيعرض بشكل أسبوعي على قناة أون تي في وقناة دبليو. البرنامج مدته نص ساعة، هيعرض على شاشة القناتين، وأنا أعتقد إنه البرنامج هيكون بشكل تنويري، وإحنا بنسعى في أون تي في الفترة اللي جاية إنه يكون عندنا حالة من حالات التنوير الفكري في المجتمع المصري في ظل الظروف كلها اللي أنا اتكلمت عليها الإعلامية الموجودة على الساحة في مصر. أنا مش هطول عليكم عشان ريم تتكلم أكتر على البرنامج، وبعد كده إحنا نحتاج لكم في أي أسئلة. شكراً جزيلاً.